يحيى يحيى. ايوه نعم يا ماما. انت لابس ليه وانت خارج؟ يا ستي والله العظيم هخرج، مش لازم البس عشان الناس اللي جايين دول. طيب كلم شعبان قول له يجي بسرعه عشان الست اتكلمت قلت لها الإفطارات في الطريق. حاضر يلا انت بس يلا يا دوب تلبسي وانا هكمل عشان الناس اللي جايين دول. ياه انا مصاريني بتكركب اكني داخله امتحان. يا حبيبتي ما تقلقيش، امال انا قعدت النهارده ما رضيتش اخرج ليه؟ عشان اغششك في الامتحان يا لولا. اتفضلوا يا اولاد اتفضلوا، ده بيت ابوكم يعني بيتكم، ما انتوش ضيوف. اتفضلوا يا حبايبي اتفضلوا اقعدوا اتفضلوا، ثواني على ما اروح عند اهلكم تنطقوا ليا. ماشي. عارفة أنا قادر أتخيل برواز في صورتي أنا وجميلة وسارة جنب البلاويز دي، بس مش قادر أتخيله في بيتنا. عشان البيت ده شبهنا أنا وأنت وبابا أكتر من بيتنا. عندك حق. ده بقى أكيد ابنها. صح ممكن. أكيد. خد يا شعبان العنوان معاك مش كده؟ معايا يا استاذ يحيى. طيب اي اوامر تانية؟ شكرا ربنا يخليك. الله يكرم وصلك يا استاذ يحيى. اتفهم مدام ليلى ان انا بس ممكن اتاخر شويه، الطرق زحمه وانا بوصل ثلاث اوردرات مش واحد. طيب على البركه يا شعبان. مع السلامه. مع السلامه. كده انا اسف جدا ما خدتش بالي خالص. لا ولا يهمك، باين انك ما خدتش بالك خالص ولا يهمك. يعني مش زي ولاد مراتات الاب الاشرار اللي بيطلعوا في الافلام دول. لا ولا يهمك، ازيك عامل ايه؟ الحمد لله. انتوا طبعا ياسين وهاني مشغول صح؟ وده يحيى. اوكي ازيك؟ الاولاد مذاكرين بضميره. اهلا اهلا اهلا. ازيك يا بنت؟ اهلا يا حبيبتي. ازي حضرتك؟ الحمد لله. ازيك يا ياسين؟ ازيك يا طنط؟ ازي حضرتك؟ لا انا هبوسك، انا زي ماما. طيب مفيش مشاكل. ازي حضرتك؟ الله يخليك. ازيك؟ الله يخليك. ازي حضرتك عامله ايه؟ اتفضلي اتفضلي يا فندم.